السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله عاوزين في السيشن ده نبدا في بعض الاكسرسايز على تاني نوع عندنا، وهو الفريكوانسي كاونت ميثود. عندنا هنا نبدا سريعا، عندنا هنا في اول مثال يا شباب كان بيقول عندك نستد لوب، عندك ميثود اللي هو 2 دي اري، تمام؟ عايزك تحسب لي الرننج تايم ليها باستخدام الفريكوانسي كاونت ميثود. فاول حاجه تعالى النستد لوب ده، انت هنخلص اللي جوه الاول. اللي جوه ده اول حاجه، ده قلنا دي على بعضها هنفترض ان هي بواحد 1 يونت، بس تكرارها ان، يبقى دي لوحدها على بعضها محتاجه 1 يونت، والتكرار بتاعها هيكون ان، تمام؟ لان الكونديشن بتاعك من 0 لان فهي ان، ففي النهايه دي كلها ممكن اشيلها واحط مكانها ان، تمام؟ وهنا الكونديشن ده قلنا الفور لوب دي الانيشال فاليو بواحد، كونديشن بان بلس 1، وده بان. يبقى كده التوتال عندك من اللوب الداخليه الانر لوب دي كام؟ يبقى 1 بلس ان بلس 1 بلس ان بلس ان، يبقى التوتال 2 بلس 3 ان، تمام؟ يبقى انا ممكن اشيل ده كله اهو واحط مكانه ايه؟ 2 بلس 3 ان. يبقى ده محتاج 2 بلس 3 ان، بس ده هيتكرر كم مرة؟ ده هيتكرر كم مرة؟ ده من 0 ل ان، يبقى هيتكرر ان، يبقى ده هيتكرر ان من المرات، وهو محتاج 2 بلس 3 ان، يبقى التوتال بتاعه كام؟ يبقى ان مضروبة في 2 بلس 3 ان، تمام؟ ده اللي هو اللي محتاجه وعدد تكراره ان. وهنا ده طبعا قلنا ده بواحد، وده بإن زائد واحد، وده بإن طبعا، يبقى واحد بلس إن بلس واحد بلس إن بلس ده كله، دخل الإن دي جوه، يبقى هتديك 2 إن بلس 3 إن تربيع، واجمع عليها الإن دي بلس الواحد بلس الإن بلس الواحد، يبقى التوتال اللي عندك كام؟ أدي إن وإن، 2 إن و2 إن، يبقى 4 إن، وده واحد واحد 2، يبقى 2 بلس 4 إن بلس 3 إن تربيع. بس مفيش مشكلة خالص فيها، ومسألة سهلة جدا. تعال نشوف مثلا المثال التاني ده، تعال واحدة واحدة. أول حاجة عندك هنا، أدي إحنا قلنا أنا ما ببص للموضوع ماليش علاقة الفور لوب مكتوبة إزاي، بس إحنا بنقول على أي بلوك إن هو لوب في حالة إيه؟ عندي initial value، عندي condition، عندي update. أدي ال initial value أهي، عندي condition على نفس ال variable، وعندي ابديت على نفس الفاريبل. يبقى ده اقول البلوك ده كله على بعضه اسميه فور لوب، وخدنا المره اللي فاتت اكتر من شكل للفور لوب. فده طبعا قلنا اليونت بتاعته بواحد، ده طبعا بان بلس واحد، وده طبعا ده المفروض بان، ده طبعا ايه البادي ده كله بان، هو محتاج واحد، تمام؟ بس التكرار بتاعه الفريكوانسي بتاعه تكرره كام مره؟ تكرره بان. فجمع لي بقى كده ان بلس ان بلس ان بلس 1 بلس 1، يبقى 3 ان زائد 2، 3 ان بلس 2. سهله جدا، ما فيش اي مشاكل فيها. تعال بقى ننزل نشوف المثال اللي بعد كده، نمسح ده كله الاول، ننزل شويه كده. السؤال الثالث كان بيقول ايه بقى؟ السؤال الثالث كان بيقول لك هنا الاي بواحد والان ب10، وهنا عندك بيقول لك ادي الكونديشن، مش مشكله، عندك ابديت، عندك variable مع initial value، condition على نفس ال variable، وده update على نفس ال variable، يبقى ده ايه؟ طبعا loop. بس اخد بالي من حاجة هنا، هنا ال step بتاعتي مش constant، مش كل مرة بقى increase او decrease برقم ثابت، ده هنا متغير. قلنا ال step بتاعتي بتكون constant في حالة الجمع او الطرح، بجمع رقم ثابت 10 20 30، بس كل مرة بجمع نفس الرقم او بطرح نفس الرقم، اما دي الضربة او قسمة الموضوع مختلف شوية، تمام؟ او مديوله حتى اللي هو الريمندر، يعني اللي هو المود يعني، فده بيبقى حاله خاصه. تعال نشوف دي، قلنا دي بتتحل ازاي. البلوك ده هو اللي فيه مشكله عندي، ده طبعا اليونت بتاعته بواحد، وده محتاج 1 يونت. ده بقى نشوف ده قد ايه. قلنا ان الان بدا الان ب10، اول حاجه الاي هتبدا بواحد، قيم الاي بواحد، بعد كده الاي هتنضرب في 2 تبقى باتنين، بعد كده تنضرب في 2 تبقى بـ4، بعد كده تنضرب في 2 تبقى بـ8، وهتقف على، خد بالك
اول ما الاي تكون اكبر تفضل شغاله طول ما اقل من العشرة، لان الان داخله ب10 ما يغيرها لك يخليك ب20، تاخد بالك هنا تقف عند العشرة. فالاي ب8 لسه ما فيش مشكله، هتدخل في البايت تنضرب تبقى بكام؟ ب16. تدخل ب16 وتروح ينفذ تاني الكونديشن لاخر مره فيلاقيه 16، لا مش هينفذ. تمام. فعندي هنا بقى يبقى ايه، تعال نشوف، ولا خلاص تعال نشوفها بقى، نشوف الرننج تايم هيتلعب قد ايه. هنا يا شباب انا عايز بحاول احمل ريليشن فيها من ضمن الفاكتورز بتاعتها الاثنين دي، فانا عايز اطلع ريليشن فيها الاثنين دي وفيها فاريبل بينكريز او بيديكريز برقم ثابت، يعني الستيب بتاعتي تكون كونستانت ثابت. فنعمل ده ازاي؟ بكل بساطه تعال نخلي الواحد ده ممكن نقول عبارة عن و2 أس 0، ده 2 أس 1، ده 2 أس 2، 2 أس 3، ده عبارة عن 2 أس 4. فكده طلعت الريليشن فيها الاتنين، وعندي الباور بتاعي كل مرة بيزيد بواحد، كل مرة بيزيد بواحد. طبعا دي كانت مشكلتها بالنسبة لنا ايه يا شباب، دي كانت مشكلتها ان الابديت هنا مش ثابت، هنا كان بواحد بقى باتنين، فكده الستيب بتاعتك بواحد، هنا الستيب بتاعتك بكام؟ كانت باتنين بقت اربعة، فانا زدت باتنين، هنا الانكريز باربعة، هنا الانكريز بتمانية. فهنا البادي بتاعي او الابديت بتاعي الستيب بتاعتي يعني مش ثابت، مش كونستنت فاريبل، اما هنا هي كونستنت كل مرة بقى انكريز بواحد بس. تمام. فطبعا انا طلعت ريليشن زي كده. تمام. فبعد هقول بقى ايه، ممكن اعوض عن الستيب دي او الفاريبل اللي هو الكونستانت ده بكي، فاقول له ده عباره عن 2 اس كي اللي هو بينكريز او بيديكريز بكونستانت. امتى هقف، امتى اللوب دي بتقف؟ في حاله الاتنين اس كي ده لو كانت اكبر من او تساوي الان، اول ما تكون اكبر من او تساوي الان هقف اللوب، اللوب كده هتقف. وقلنا عشان نسهل شويه الحل ممكن اعوض عن الاتنين اس كي ده اكبر من او يساوي الواحد، انا ما يهمنيش الاكبر هي هل هي اكوال ولا نان اكوال، فمش فارقه معايا، انا يهمني الاوبرنس اللي هو الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد، دول اللي يهموني. فانا عشان ابسط المساله شويه اشيل الاكبر من او يساوي دي اخليها ايكوال، هتبقى 2 اس كي ايكوال ان. تمام. يبقى كده علشان قلنا بناخد اللوج للطرفين، وطبعا فهتبقى في النهايه تعال نحلها هنا، تبقى لوج 2 اس كي للاساس بتاعنا كام؟ احنا شغالين في الكمبيوتر ساينس، الاساس بتاعنا ب2 يعني عشان احنا شغالين باينري، لو ماثيماتكس يبقى الاساس بتاعك ب10، ده ايكوال لوج ان، ونزلنا الكي بره. تمام. اقسم اللوج للطرفين، لا دي كده تمام 2، اقسم على اللوج 2، فتبقى الكي بتساوي لوج ان البيز 2 على لوج 2 الاساس 2. تمام. لوج 2 للاساس 2 فهي اصلا المفروض تبقى بواحد، تبقى بتساوي لوج ان اساس 2. تمام. فكده خلاص ما فيش مشكله، طلعنا قيمه الكي بلوج ان الاس 2. فكده اللينس بتاعك، اللينس بتاعك او السايز بتاع الايتريشنز بتاعتك او اللوب بتاعك بلوج ان الاس 2، كان دي قيمه الان، يعني كل مره كنا احنا بنقول ايه اللينس بتاعنا بان، لا هنا اللينس بتاعنا بلوج ان على الاس 2. فكده ده هيتنفذ قد ايه؟ هيتنفذ هو محتاج واحد. تمام. وعدد تكراره لوج ان الاس 2، ده هيتكرر لوج ان للاس 2، قلنا طبعا بلس 1 لان الكونديشن بنضيف 1، وهنا 1 وهنا 1، يبقى كده التوتال بتاعنا، التوتال بتاعنا هنا يبقى 1 بلس 1 بلس لوج ان للاس 2 بلس 1، دول بتوع الكونديشن، ودول الاثنين الابديت الانيشال فاليو اللي فوق بلس لوج ان للاس 2. فكده التوتال بتاعنا هيبقى 2 بلس 3، قصدي 3 بلس 2 لوج ان الاس 2، بس مفيش اي مشاكل فيها. تعال نشوف اللي بعدها، نمسح كل ده. تعال نشوف 4 دي بتقول ايه.
أربعة بتقول لك أهي تعالى غير بس الكلر ده، خليه الأحمر هنا. أول حاجة الأبديت عندك بواحد، الانيشال فاليو بواحد هنا وهنا بواحد. تعال نشوف بعدها. هنا بيقول لك في مشكلتك هنا، ايه التركه؟ ايه ان انت عندك هنا الابديت على فاريبل والكونديشن في فاريبل تاني. وهنا بص الابديت هنا الكي بيتعمل لها ابديت وده بيتعمل لها ابديت، بس الكونديشن على كي، وده ممكن اللي يلخفنك شويه. فتعالى واحده واحده نشوف نحلها ازاي. هنا اول حاجه يا شباب، هنا ادي طبعا ده واحد وده واحد، يبقى باتنين مفيش مشكله فيها. هنا ادي الكونديشن بتاعك، الكي بادئه بواحد وهتنتهي عند ان، ده طبعا بواحد وده بواحد وده بواحد، يبقى كده ده هنا. والتكرار بتاعهم المفروض بان، يبقى ده ان وده ان وده ان اللي هو ان في واحد، وده طبعا قلنا ان زائد واحد، يبقى في النهايه ده بكام؟ واحد اتنين تلاته اربعه، باربعه ان زائد اتنين، أربعة إن زائد اتنين، مفيش أي مشاكل فيها. تعال نصعبها بقى يا شباب، أربعة إن زائد اتنين، فالمفروض ده الحل بتاعك. لو إحنا هنا قلنا دي عبارة عن كي بلس كي إيكوال كي بلس أي، الواحد ده خلاناها أي، فكده نحلها إزاي؟ واحدة واحدة بقى تعال نفكر فيها. ده قلنا بواحد وده بواحد مفيش مشكلة فيه. هنا بقى أول حاجة تعال نحط هنا الكي وهنا الاي، او نعكس نخلي هنا الاي وهنا الكي اهو. اول حاجه عندنا الاي داخله بواحد والكي بواحد، هيروح يشوف الكونديشن واحد اقل من ان، تمام مفيش اي مشاكل فيه ويتنفس. بعد كده الاي هتروح تزيد بواحد، والكي هتكون بكام؟ بالكي بلس الاي، الكي كانت القديمه بواحد والاي القديمة بواحد، يبقى الكي الجديدة بكام؟ واحد زائد واحد باتنين، تمام. وهنا الاي هتبقى باتنين، يروح يتنفس مفيش مشكلة. بعد كده الكي هتنضاف تبقى بكام؟ بتساوي الكي الجديدة بتساوي الكي القديمة بلس اي القديم، فالكي القيمة اللي هنا تبقى ده بلس ده، ده بتساوي أربعة، والاي هتبقى بكام؟ بتلاتة. الكي الجديدة هتبقى بكام؟ هي عبارة عن الكي القديمة بلس الاي القديم، فتلاتة وأربعة سبعة، تمام. والاي بتاعتها طبعا بأربعة، تمام. بعد كده الكي الجديد هتبقى سبعة وأربعة حداشر، ودي طبعا هتبقى بخمسة، وهكذا. تعال نشوف أي علاقة ما بينهم عشان نعرف نطلع، نشوف احنا هنقف امتى، تمام. هفترض ان ده هيفضل الاي ده هتفضل شغاله لغايه الام سبيل المثال، تمام. هنا لما ده بواحد ده تنفذ بواحد، هنا لما ده كان باتنين ده تنفذ مرتين، ده لما كان بتلاتة ده تنفذ 4 مرات. ده يا شباب هنا في حاجة احنا غلطنا فيها، تعال نعطيها تاني واحدة واحدة. هنا أول حاجة الأي داخلة عندنا بواحد مفيش مشكلة، والكي بواحد، تمام. بعد كده الكي ده هتعمل له أبديت، هيبقى بتساوي قيمة الكي القديمة بلس الأي، تمام. فعندي هنا الكي قيمتها بكام؟ يبقى كده قيمة الاي انا عندي قلنا اول مرة، تعال نمسحها بس عشان ما انتهش، تعال نمسحها خالص. تعال بقى نبدأ واحدة واحدة. عندي هنا قلنا ادي هنا قيمة الاي وهنا قيمة الكي، اول مرة دول ده وده هيدخل لي بواحد وواحد، تمام. تاني مرة ده هيدخل واحد وواحد خلاص ويتنفذ، وده بعد كده ده هيدخل جوه الكونديشن، الكي الجديدة هتبقى قيمة الكي بلس الاي، قلنا بلس الاي، تمام. فالكي بلس الاي، الكي بواحد والاي بواحد، يبقى الكي هتبقى باتنين، والاي هيتعمل لها ابديت تبقى بتلاتة، تبقى طبعا هي اخر حاجة كانت بواحد تبقى باتنين، تمام. بعد كده قيمة الكي ده هتبقى باتنين خلاص. بعد كده قيمة الكي تتعدل
تبقى بتساوي عبارة عن الكي القديمة آخر كي بلس آخر أي، آخر كي بلس آخر أي تبقى المفروض بأربعة. والآي تبقى هنا هتضيفها بواحد تبقى بتلاتة، تبقى بتلاتة تمام. الستيب اللي بعد كده الكي هتبقى بقيمة ايه؟ الكي القديمة زود عليها الآي يبقى أربعة بلس تلاتة سبعة، اللي هي سبعة، وده هتبقى بأربعة. بعد كده الآي تروح الكي تبقى قيمتها سبعة بلس الأربعة تبقى المفروض بحداشر، ودي طبعا هتبقى بخمسة، وهكذا شغالين كده تمام. فدي يا شباب دي عبارة عن ايه؟ اول حاجة دي الواحد مفيش مشكلة، الاتنين دي ممكن اقول عبارة، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الواحد القديم زودت عليه واحد، فهي عبارة عن ممكن اقول عليها واحد بلس واحد تمام. الاربعة دي ممكن اقول عليها هي عبارة عن اتنين بلس اتنين. السبعة دي ممكن اقول عليها هي عبارة عن الجزء ده اللي كان 2 زائد 2 بلس 3، وهنا طبعا الاثنين دي اللي هي عبارة عن 1 بلس 1 بلس الاثنين. ال 11 ده ممكن أقول على الجزء ده كله 2 زائد 2 زائد 3 زائد كام عشان يدينا 11؟ 2 و2 4 و3 7 يبقى زائد 4. اللي عليها الدور هتلاقيها عاملة كام؟ يبقى 2 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. اللي بعد منها هتلاقيها 2 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6، وهكذا تفضل شغال بالطريقة دي. فهيجي في دماغك طبعا طول ما انت شغال كده لغاية مثلا كي لغاية ام، ايا كان الفاريبل بتاعك ايه اسميه مثلا ايه لغاية ايه، هتلاقي هي عبارة عن السميشن بتاع السيريز عندي اللي هي السلسلة دي كلها اللي احنا كنا بنقول عليها قانون الام مضروب، او مثلا لو ده فرضنا ان ده ايه يبقى ايه مضروب في ايه بلس واحد على اتنين، بس بكل بساطه يبقى ايه مضروبه في ايه بلس واحد على اتنين. فده بكل بساطه الحل بتاعنا. يبقى احنا كده هنقف امتى؟ هنقف ان ده طبعا الكي لازم يكون اقل من الان هيفضل شغال، يبقى هيقف لو الكي بقت اكبر من او تساوي الان. فناخد مثلا الايكوال بس يبقى الان وده طبعا الكي بتاعتنا دي اللي احنا مثلا اللي هي قيمتها طلعت بده اللي عبارة عن مثلا تعال نخلق ايه مضروبة في ايه بلس واحد على اتنين، بس بكل بساطة يعني. بعد كده تعال نحل المسألة دي حل عادي خالص، اضرب مثلا طرفين في وسطين يبقى كده الاي مضروبة في ايه زائد واحد ايكوال اتنين ان، دخل الاي ده جوه يبقى الاي تربيع بلس الاي ايكوال اتنين ان، مفيش اي مشاكل فيه. بعد كده ممكن يعني نحلها، يا دي ممكن نقول عليها هي تقريبا ايه تربيع بلس ايه، ممكن نفترض ان هي عبارة عن ايه تربيع اللي هو ناخد الكبير بس، ممكن وده ممكن نقول عليه عبارة عن ان. يبقى هنا استنتجنا ان ال a equal جذر n، بس تقريبا يعني مش لازم تطلعها بالظبط. فدي خدنا اكبر اس وخلاص اللي هو a تربيع قلنا تساوي n، يبقى ال a بس بتساوي جذر n تمام. يبقى انا كده عندي الكونديشن بتاع اللي هو قيمة ال a ده جذر n، يبقى هنا جذر n زائد الواحد وده طبعا هيتنفذ جذر n وده جذر ان وده بجذر ان وده بواحد وده بواحد، جمع بقى يبقى اتنين بلس أربعة جذر ان ده اتنين وده واحد يبقى تلاتة، تلاتة بلس أربعة جذر ان، مفيش أي مشاكل فيه. تاني يا شباب بس كل الفكرة اللي أنا فضلت أطلع أحاول أطلع علاقة لغاية ما عرفت أطلع إن دي عبارة عن سلسلة كده
من الأرقام المتجمعة ورا بعضها، تمام. وهنا بدل ما أقعد أحلل دي، قلنا ممكن أخد إيه أكبر أس وخلاص، يبقى الإيه تربيع إيكوال، وهنا الاتنين إن بمثابة إن، فعشان نسهل على نفسنا يعني، يبقى الإيه بتساوي الجذر إن، مفيش أي مشاكل فيه. نشوف المسألة اللي بعد كده. هنا بكل بساطة عندك بيقول لك عندك ادي فانكشن اهي، بيقول لك لو ان اقل من الخمسة هيبرنت ده، else هينفذ ده. ايه الرننج تايم عندك في الحالة دي؟ بقوله بكل بساطة، افترض هقول له في حالة ان ال n اقل من الخمسة، يبقى ال t n عندي اللي هو الرننج تايم بتساوي واحد، هيدخل هنا بس. في حالة ان ال n اكبر من الخمسة او تساوي، طبعا اكبر من او تساوي الخمسة، يبقى الرننج تايم عندك هنا بكام؟ هنا طبعا ده ان، وده طبعا بواحد، وده ان زائد واحد، وده ان اللي هو عبارة عن في النهاية كده واحد ان وان، تلاتة ان بلس اتنين. يبقى له في الحالة دي كان بتساوي تلاتة ان بلس اتنين، بكل بساطة مفيش أي مشاكل فيه. وده طبعا بمثابة ال يعني، دي ممكن نقول ده البيست كيس بتاعي، دي أفضل حل أو أقل يعني، أقل رننج تايم، وده إيه الورست كيس. على فكرة ممكن يعني الدنيا بتمشي بالتقريب يعني، ما بتمشيش بالظبط أوي، ممكن أستعود عن دول كلهم بإن عادي، كل الأرقام دي ممكن أشيلها طالما هو مش تربيع، ممكن أشيلها خالص عادي. فده ان ممكن لقيت مثلا في عندك فانكشن ان باور 3 بلس اي باور 2 بلس اي مثلا، ممكن اشيل ده كله واختار بس اخد معايا اكبر اس عندي بس وخلاص يعني، مفيش اي مشاكل. بس انت لازم تفهم اللي قدامك اللي انت فاهم يعني، تقول له بس على الاقل ان انا هفترض يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت، لو ايه تربيع بلس ايه، اقول له هي تقريبا كده بتساوي ايه، عشان ابقى مفهمه ان انا مقرب الدنيا دي كده شويه عشان المساله تتحل معايا اسرع يعني. والمعامل المشترك اللي ما بينهم الاكبر يكون بواحد، ده احنا بنجيب الجي يعني الورست كيس بتاعنا. الورست كيس للحل ده لللوب ده هيكون في حاله ان الرقمين برايم والام اكبر طبعا من الان، والاتنين برايم والجي سي دي بتاعهم، الجي سي دي اللي هو المعامل المشترك الأكبر ما بينهم، ما بين الام والان، يكون بواحد. في الحالة دي الورست كيس بتاعك بام بلس ان ناقص اتنين بس، ده كده الرننج تايم. لو بقول لك حاجة اسمها البيج او، فهتقول له عبارة عن ام بلس ان، وهنعرف ازاي المرة الجاية بناخد بعرف اجيب ايه البيج او ده اصلا، ايه البيج او انتويشن. في السؤال اللي بعد كده بيقول لك بكل بساطة عايزين نرتب او نعمل ري ارينجمنت للحاجات دي، تمام. فواحدة واحدة بقى كده. اول حاجة يا شباب علشان نحلها بكل بساطة، هنا عايزنا هنا يا شباب نعمل ري ارينج، تعال بس نمسح كل ده، عايزين نعمل ري ارينجمنت للحاجات دي يعني، مش بتتحرك للحاجات دي. وخد تاخد بالك بقول لك البيج او، هنعرف يعني ايه البيج او دلوقتي. انكريزنج يعني من الصغير للكبير، اللي بياخد رننج تايم اقل هو اللي هيبدأ الاول. فاول حاجه عندنا تعالى نجيب الاول البيج او. البيج او ده بنتلاشى كل الارقام المضروبه دي او المقسومه دي. فمثلا اول حاجه عندنا الاربعه ان تربيع، البيج او بتاعها بكام؟ بان تربيع، بشيل كل الارقام دي. مثلا عندي هنا اللي هو اللوج ان للاساس 3، بقول له هي عباره عن تبقى البيج او بتاعها بلوج ان، نشيل الارقام بس طبعا لو في عندي باور ما بشلوش.
مثلا اللي بعد كده عندي اللي هي العشرين ان، طبعا بقول عليها ان. بعد كده عندي ال ان والستين ونص دي، طبعا الباور مش بحرك في حاجة، ال ان والستين ونص. بعد كده ال ان اللي هي أس الرقم العشر الكبير ده أخليه زي ما هو، طبعا طالما في الأس ما بحركوش أهو. بعد كده لوج ال ان مضروب، طبعا ما بحركوش برضه، هو اللوج ال ان مضروب، مفيش أرقام عندي هنا. بعد كده ال ان أس ان، طبعا هتديني ان أس ان برضه، ان أس ان. تعال نكمل، تعال نكملهم هنا، ان أس ان، الاتنين أس ان برضه باتنين أس ان، مفيش مشكلة. ده اللي أنا جبته اسمه البيج أو، تمام. تعال بقى نرتبه. اقل حاجه في الرننج تايم بياخد هنا يا شباب، عندي ان تربيع لوج ان، ان اس 2 ونص، ان اس الكسر ده لوج مد لوج ان المضروب، وان اس ان و2 اس ان. اقل حاجه فيهم يا شباب هو اللوج ان، طبعا ده اقل واحد فيهم، فده اول واحد هيجي في الترتيب، بعد منه هيجي اللوج المضروب ده. طبعا عشان الرقم كبير اللوج بيصغره جدا، هو أقل تايم فيو. بعد كده هيجي عندي الأس ده، عشان لو ال N وال N أس الكسر ده، ال N أس الكسر أصلا، لو يعني مثلا لو رقم 10 هتلاقي ده 10 أس سالب، فهو هيبقى صغير جدا، فده طبعا أصغر، فده هيبقى هو رقم 3. بعد كده هيبقى عندي ال N هو طبعا رقم 4. بعد كده طبعا هيبقى عندي 2 أس إن، لأ دي طبعا 2 أس إن ولا إن تربيع يا شباب، أنه الأكبر، خد مثال وريح دماغك، يعني لو 10 أس 5، أو تعال نصغر الرقم شوية، لو 3 أس 2 ولا 2 أس 3، أنه الأكبر، تمام. ف3 أس 2 تديني 9، 2 أس 3 تديني 8. فطبعا لو الـ لو ال n هي اللي عندي تحت، طبعا هتبقى اكبر بالنسبه لي، فدي طبعا اللي هي دي، لو افترضت ان 3 دي n، فدي طبعا افضل بالنسبه لي. فطبعا بعد كده هنقول ده كده هيبقى، ده كأنه وصلنا لأربعة، ده هيبقى رقم 5. بعد كده هيبقى رقم 6 اللي هو 2 أس 2 ونص ده، وبعد كده رقم 7 هيبقى اللي إيه؟ ده طبعا، وده طبعا أتقل واحد فيهم أو أكتر واحد هياخد تايم، تمام. فين رقم إن أس 2 ونص هنا يا شباب؟ بص، في عشان تاخدوا بالكم من حاجة، ان اس ان تربيع وان اس 2 ونص وان و2 اس ان، مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير؟ واحدة واحدة كده. الان دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ايه يا شباب؟ الاتنين اس ان، الان دي مثلا بخمسة، فعبارة عن ايه؟ اتنين مضروبة في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين، 5 مرات. طب لو الخمسة اس اتنين تديني 25، طب لو دي تديك 2 في 2 ب 4، في 2 ب 8، في 2 ب 16، في 2 ب 32، فطبعا دي الأكبر، فدي طبعا أصغرهم، فعشان كده الأصغر بكتبه في الترتيب، تمام. وبعد كده ده الأكبر، ده الأصغر، يبقى ال 2 أس 2 ونص أكبر منه بشوية، وده أكبر خالص. فأنا رتبتهم كده، أمسكهم له بقى أكتبهم له بالترتيب، يعني أول حاجة أكتب له هنا كده إيه، أعمل له جدول، أكتب له يبقى لوج إن. بعد كده اقول له رقم 2 جالي عندي هنا اللي هو لوج ان المضروب، وبعد كده رقم 3 كانت ان اس الرقم العشر ده، ده رقم 3. رقم 4 عندنا اللي هي الان، رقم 5 كانت ان تربيع، رقم 6 2 اس 2 ونص، ان اس 2 ونص، بعد كده كانت 2 اس ان. بعد كده دي رقم 7، رقم الأخيرة بقى رقم 8، أدي 2 4 6، أو دول 7، والأخيرة كانت إن أس إن، بس ما فيهاش مشكلة خالص يا شباب.
مسألة سهلة جدا. شكرا يا شباب، كده نهاية الشيت معاك.